بارك الله فيها، تسأل تقول واحد من الأهل عنده حالة نفسية وما يقدر الصيام، يعني تقول هل ننتظر، كيف نخرج الإطعام عنه، وهل الإطعام نعطيه كل أحد كما جاء في سؤاله الثاني. أختي أم فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة لمن كان مريضا ولديه حالة نفسية ولا يستطيع الصيام، فإنه ينتقل إلى الإطعام، وليس كل من هو مريض بحالة نفسية لا يستطيع الصيام، ليس كل من هو مريض في حالة نفسية لا يستطيع الصيام، يوجد كثير من الناس لديهم أمراض نفسية ويصومون ولله الحمد، ويوجد من الأشخاص الذين لديهم أمراض نفسية شديدة ما يستطيع الصيام، لديه حالة من الاكتئاب، لديه حالة من يعني عند لديه يعني وضعه النفسي لا يسمح بأن يصوم، خاصة إذا صرفت له أدوية، فإنه ينتقل إلى الإطعام، لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والإطعام أختي الفاضلة عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين، ولا يعطى كل أحد، إنما يعطى الفقراء والمساكين، فما تعطين كل ما تشوفينه في الشارع أو في الطريق، لا، يعطى للفقراء والمساكين، للفقراء والمساكين. وبالنسبة لزمن الإطعام بعد دخول شهر رمضان، فإذا دخل شهر رمضان تبدأون تطعمون، وهو على يعني مراتب. المرتبة الأولى أن تطعموا كل يوم مسكينا، هذا أفضل شيء، أن تطعموا كل يوم مسكين حتى يكون الإطعام في مقابل الصيام. الثاني أن تطعموا في آخر الشهر مثلا، يعني في آخر شهر رمضان أو في شوال، تطعمون عن شهر رمضان كاملا، لأن ذمته اشتغلت بهذه الكفارة. الثالث أن تطعموا أثناء الشهر إذا صعب عليكم الإطعام يوميا، أن تطعموا مثلا، تجعلون الإطعام 3 مرات في الشهر، كل 10 أيام مثلا، أو 4 مرات كل أسبوع تطعمون مساكين، ولا تكررون على المسكين الواحد في اليوم الواحد، ما تكررون عليه، وإنما تعممون على فقراء ومساكين بعدد الأيام. إذا ما وجدتم فقراء ومساكين إلا هذا البيت، يجوز لكم أن تكرروا عليه، لكن ليس في نفس اليوم، وإنما في اليوم الثاني. بارك الله فيك.